السلام عليكم. واليوم جيت باش نهضر لكم على هذه الفتره الانتقاليه ما بين يعني ما بين الديور اللي تبنوا قبل ما تغلى مواد البناء والديور اللي تبنوا من بعد ما غلات مواد البناء. وهذه بيريود ترانزيتوار ولا هاد الفتره الانتقاليه ما بين هاد جوج مرحلات. في الحقيقه انا ثارت الانتباه ديالي وكان ضروري نتقاسم معكم شي معلومات في هذا الفيديو. ما تمشيو فين، غادي نعطيكم كل شيء بالتدقيق. والمهم تابعوا الفيديو. والمهم انتم عارفين بان المغرب كيعيش واحد الفتره انتقاليه ديال واحد الفتره ديال غلاء الاسعار اللي مروعه واللي اش غنقول لكم اللي في الحقيقه مقلقه، لان الناس مساكن كل شيء غلا كل شيء هذا، وتتلقى بان الصالير ما تزادش، يعني بزاف الحوايج اللي ما تزادوش، وفي نفس الوقت كاين غلاء، وحتى مواد البناء راه حتى هي وقع فيها، يعني ان كل شيء تزاد، الحديد تزاد، السيمات زادت، الرمله تزادت، كل شيء تزاد، حتى عند مول الحانوت اي حاجه بغيتي تشريها كتلقاها تزادت. ولو تكون ما تزادتش من غير الا كانت شي حاجه اللي مسعره وباين التسعيره ديالها، بحال الحليب العادي ولا بحال مثلا السكر ولا بحال شي حاجه اللي معروف الثمن ديالها، هي اللي ما كيقدرش مول الحانوت يزيد فيها. اما اي حاجه بغيتي تشريها، اي حاجه اللي ما مسعراش من طرف الدوله، ما كتلقى الحوانت زادوا فيها. وكذلك مواد البناء راه عرفات واحد الزياده اللي مهوله في الاونه الاخيره، وفي الصراحه هذا الشيء كان عليه واحد الانعكاس مهم على ثمن الشقق. ما كنقولش ثمن البقع الارضيه، ولكن ثمن الشقق، لان البقع الارضيه ما تزادش الثمن تقريبا. وحتى انه بعض الخبراء كيقول لك لا، ما كيقول لك بالعكس الثمن ديال البقع الارضيه غادي ينزل، يعني لان ما يمكنش ينقصوا من ثمن الشقق. ثمن الشقق بالعكس راه غيتزاد، لان الشقه باش كطلع عليك ما بقاتش داك السومه اللي كانت كطلع من قبل باش كنتي كتبني واحد الشقه وكتفينيها، ماشي هي دابا اللي باش كتفينيها وباش كتصايبها باش كطلع عليك وباش كتفينيها. والمهم هو ان الثمن، لان علاش انا ترت هاد القضيه، لان في بوزنيقه ملي مشيت كنسول مثلا على شقق اللي تبنات قبل من غلاء الاسعار وتفينات قبل من غلاء الاسعار ديال المواد البناء، كيقول لي ثمن المتر كاري. وفاش كنمشي عند وحدين اخرين اللي يلاه فينا ويلاه داروا لا فينيسيان ولا يلاه طلعوا الدار، تيقول لي ثمن اخر. مع ان بحال دابا في نفس الحي، نفس السيكتور، نفس هذا، كتلقى الاثمنه كتبدل من عند هذا لهذا. علاش؟ لان هذا كيقول لك انا يلاه بنيت ومواد البناء غاليه وحقا السيمات زادت، الحديد زاد، هادي تزاد، هادي تزاد، بينما وحدين اخرين ما تيقولش لك هكاك. يعني كتلقى الثمن اللي كان باغي يبيع فيه قبل ما تغلى مواد البناء وما تباعتش ليه الدار، هو الثمن اللي باقي لحد الان، يعني هو الثمن اللي كيقول لك دابا وبقى شاد في الثمن ديالو. يعني هاد الفتره الانتقاليه راه بالنسبه للناس اللي باغيين يتقداو، راه من الاحسن يتقداو دابا، لان بوتيتخ من هنايا شي شويه ما غيبقاوش هاد الديور اللي ديجا تبناو واللي تبناو في الوقيته اللي قبل ما تغلى مواد البناء. هذا من جهه. من جهه اخرى هو هذاك السكن الاقتصادي اللي كنسمعوا بانه في اخر ديال في شهر 12 غادي يهزوا هذاك الدعم على السكن الاقتصادي، يعني انه الناس اللي باغين يعني انه زعما بغيت نقول لكم يقدر السكن الاقتصادي حتى هو مع هذا الغلاء ديال مواد البناء ومع هذا الغلاء اللي كاين يقدر حتى هو يطلع في الثمن. يعني لان هذه المرحله الانتقاليه مرحله مهمه بالنسبه للناس اللي باغين يتقداو الديور، واللي باغوا ولو ان غلاء المعيشه راه ما خلاتش بنادم كاع يعني راه الله يكون في العون، ولكن اللي ناوي وعنده الفلوس وباغي يشري من الاحسن هذه هي الوقيته فين يشري قبل ما كلشي الديور يغلاو، لان مواد البناء غلات. هذا هو الهدف ديال الفيديو ديالي، وهذا هو علاش انا حطيت هذا الفيديو. من جهه ثانيه
هو هادوك البقع التشاركيه اللي انايا دائما كنطرحهم عليكم، ولكن كلشي تيسولني كيفاش غادي نضمن فلوسي، كيفاش غادي نعرف بان هاد البني غادي يكون، كيفاش غادي نديرو. هاد البقع التشاركيه اللي كنقترح عليكم هي بقع اللي مثلا عند مولاها ولا عند تجزئه ولا في تجزئه ولا في اي هذا، والمهم كتخد هاد البقعه كيمشيو هاد الناس اللي باغين يتشاركوا في هاد البقعه، هاد الشركه، الشركه في هاد البقعه اللي شركاء في هاد البقعه، كيمشيو لمكتب البيع وكيخرج لهم التيتر في سميتهم. مثلا اربعه الناس كيخرج التيتر في سميت هادوك اربعه الناس، من بعد تياخذوا تيمشيو تيديروا التسجيل والتحفيظ وكيخلصوا النوتير ودو تيل فاسون انك تكون البقعه في سميتهم 100%، يعني التيتر ديال البقعه غادي يولي في سميتهم 100%. من بعد كيشوفوا تاشرون، هاد التاشرون كيتساووا معاه، يعني كيتساووا معاه كيديروا معاه كونطرا، ها شحال غنعطيوك مني غدير الساس، ها شحال غنعطيوك مني غتلوح البريميير، ها شحال غنعطيوك مني تلوح الدوزيام. وانا اقترحت، ما عرفتش واش هادشي يعني كيديروه الناس، لان هاد الشركه هاد الارض هاد البقعه ولا هاد البني ديال الشركه راه معروف الناس كيديروه، غير كتمشي وكتبقى بارك حدا ديك البقعه حتى كتشوف شي حد جاي مهتم بها وكتقولي واش يمكن لك تدخلني معاك شركه، اولا كتمشي عند المكتب ديال البيع ديال هذيك التجزئه وكتقولي انا راه باغي ندخل شركه عافاك الا عندكم شي ناس. انا علاش وهذا هو اللي خلاني نطرح هاد القضيه ديال الشركه في اليوتيوب، علاش؟ لان بزاف الناس ما عارفينش هاد القضيه ديال الشركه، اللي عارفينها كيمشيو عند المكتب وكيقول لي الله يخليك راه بغيت ندخل الشركه، ولكن اللي ما عارفينهاش ما كيبقى تجيه ديك البقعه باش ياخذها وباش يبني كتجيه صعيبه. اذا اللهم يدخل في الشركه كطلع ليه رخص. وراك شفتو انا سبق وحطيت فيديو اللي فيه بورتما طلعت لينا ب 7 مليون، سيرتو الا تباعت المكازا كوميرسيال وداكشي، الا تباعت بداك الثمن اللي كنا قلنا بانه تقريبا واحد 9000 حتى المليون المتر كاري باش كيتباعوا المكازات في هذيك الجهه اللي دويت عليها، راه البقعه التشاركية. تخيلوا بان الشقه طلعت لينا بحال غتوجد ب 7 مليون وكحله، يعني راها فرصه حقيقيه للناس اللي باغين يتشاركوا. كيف ما قلت لكم كيحطوا الفلوس في البنكه ديال التاشرون، كيحطوها مجموعه باش ماشي مني غادي يجي داك الوقت، ولو ان هادشي اللي كاين هو كاين، هو انه كيجي واحد الوقيته تيقولوا لهم راه مثلا في شهر 6 كيكونوا عارفين بان شهر 6 او شهر 7 غادي خصنا نكملوا التاشرون دوزيام ترونش حيت غيطلع الدوزيام، اولا غنكملوا لي تروزيام ترونش حيت غيطلع التروزيام، وهكذا حتى كتكمل الدار كلها في البني. وكاين اللي كهاد القضيه اللي اقترحت سيرتو بالنسبه للناس اللي لا كانوا الناس مخلطين اللي برا واللي هنا في المغرب، تنديروا هاد القضيه ديال ان الفلوس كتحطوا في بنكه وكيكون واحد الكونط لي مشترك كلشي تيسنيو في هذاك الشكل، باش هكا كتكون ضامن بان كلشي عنده الفلوس وكلشي قادر يكمل معاك الدار، ماشي تتوصل النص وتلقى بان الدار ما بقاتش، بانه زعما توصل نص البني وعاد يقول لك واحد لا راه ما عنديش باش نكمل ولا هذا، هكا كتكون ضامن بانه غادي يكمل معك. ولهذا انا دائما تنحط بقع تشاركيه وتناخذ تنتلقى طلبات، لكن الطلبات يعني ما كتكونش كثيره، بحال دابا هذيك البقعه اللي اقترحت بانه غيدخلوا فيها 9 الناس والمجازة تباع، او لا يدخلوا فيها 12 واحد ولما بغوش يبيعوا المجازة يدخلوا 12، وطبعا غيشوفوا داكشي على حسب، وهي يعني على حسب اشنو بغاو كيفاش غادي تقاسموا داكشي. هذيك يعني ما تجمعوش ليا الناس، تجمعوا ليا يلا 5 الناس بقاو خاصنا شو 7 الناس ولا 4 الناس على حسب شحال من واحد غادي يدخل. والمهم وهذه دعوه عاود كنكررها للناس اللي باغين يدخلوا في هذه البقعه التشاركيه، يتصلوا بيا في هذا الرقم اللي غادي نحط لكم في اسفل الفيديو. طبعا نتوما عارفين عندنا بقعه تشاركيه في بن سليمان، عندنا بقعه تشاركيه في بوزنيقه في قلب بوزنيقه، عندنا بقعه تشاركيه في مندرونه، وعندنا بقعه تشاركيه في تيتملين.
ولهذا انا كنطلب من جميع اللي باغيين يدخلوا معنا في بقعة تشاركية يصيفطوا لي ميساج ويقولوا لي شنو البلاصه اللي بغاو يدخلوا فيها، يعني اش من مدينه واش من. والمهم نتمنى نتلقاكم في فيديو اخر على بخير وعلى خير وفي صحه جيده. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.